بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق رياضة الهجنة العربية الأصيلة، ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، حيث انطلق شوطنا الأول لفئة الصعوب لمسافة 1500 متر. يا أبو يوسف يا أبو يوسف تابع، أرصد لي بعزاد عدسات الكاميرا هنا كل ما يدور من خلال هذا الميدان. على البركة سير، على البداية الأولى شديدة شديدة شديدة، يا سلام على البداية. وهنا أيضا هذه أمجاد عبد الرحمن بن علي بن حمد الزعابي، المركز الثاني هنا وصول وتقدم هنا العاصمة، علي بن سالم الربيعي المنصوري ثالثا، القادمة شديدة واصلة هنا عند بن هميلة، المركز الرابع الوصول والتقدم من نشوة، عبد الله بن حمد بالعور الخيلي هنا يتقدم في هذه اللحظات في هذا المسار. اختلط الحابل بالنابل في شوطنا الأول والرئيسي للصعوب للصعوب، يا هل الصعوب يا هل الصعوب. الناموس لمن حاير وطاير، راح بالعور راح بالعور هنا هذا الشبل من ذاك الأسد هنا يتقدم على البداية الأولى، على الصدارة الأولى، مقدم لنا نشوة مقدم لنا نشوة على البداية الأولى. المركز الثاني وصول وتقدم هنا من أمجاد عبد الرحمن بن علي بن حمد الزعابي يتقدم على المركز الثاني، ولكن الله 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 العاه هناك الشاهينية أحمد بن خلفان، الهاملي الهاملي الهاملي، وصل الهاملي في هذه اللحظات وفي هذا المسار في هذا التحدي المثير، ولكن هنا نشوة نشوة صامدة نشوة صامدة نشوة صامدة. عبد الله بن حمد بالعول الأخيلي وخليفة بن حمد بالعول الأخيلي يقدم تهنية جميلة من هذه اللحظات، وسلامي لأهالي الوهبة، مخصص من أهالي الخزنة مخصص من أهالي الخزنة، اطمشوا يا أهل الوثبة اطمشوا وروحوا في عالم الهرمة هنا على البداية الأولى. ثانيا الشاهينية أحمد بن خلفان الهاملي، التوقيت يا محمد جان دقيقتين و21 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال.